Panda, 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 panda. I got broads in Atlanta. هلاو يا معشر الباندا، اليوم ما جيتكم مش وحدي، جبت لكم معايا ايموريس زعزع السوشيال ميديا، فيسبوك، يوتيوب، الكل هملت على اليمين واللي صار، ضيفي اليوم ردها الكل فاش تاكلي؟ فاش تاكلي؟ راكم عرفتوه حمام. شبيكي تسيحي؟ شبيكي؟ راسي وجعني من السياح من بكري وهي تسيح وتعيط شبيكي؟ ريت قد ما عملت قد ما حاولت شيء ها صوتي لعنة ياسر تعيطي. ضيفي اليوم ما قدو حد وما يقدو حد كان سوبرمان، هذاك علاش جيتكم هاني اليوم امور سوبر وومن. انا مش تضربني توا هاكا تتكلم راسها لهنا تتكلم هاكا انترفيو راسها لهنا. اني راني نعرف نقطة ضعفك. نقطة ضعفي انا؟ سلي عني بيعة. حضر لي روحك بابا. اوش شدي حيلك يا حموش. اوش شدي حيلك يا حموش. اوش فاش تاكلي في العسل في الحلوى في الفلفول. حموش أهلا. قل لي هكا تقول حبيبة القلب هكا أنتي. أنا أي بقول هاي تقول هلا قول أحكي لي شنو حوالو شكون هذا اللي دق توا هكاك يدق هو يعمل هكا شوين خويا شوين هو قاعد يدق قلبه يعمل هكا قلبه قاعد يعمل مش عادي جاوبني شنو هو؟ هاي القلب شنحوالو؟ لبس عليه يدق وجاوبه فالابل امور واحد مش نحكي على الفونكسيونمون تاعو افهم بين الاسطر ما نفهمش انا نعرفك رومانسي في الامور هذيا لا ما نعرفش في الامور هذيا ما عادش نعرف خويا فما شكون في قلبك؟ فما بيان سور شكون؟ امي هيا جاوب فما ولا ما فماش؟ فما بيان سور فما؟ اللي في بالي بالك؟ يا عجبكش شكون اللي في بالي بالك؟ وين نعرف ايدي؟ ليه ما انا متاكد انت ما تعرفيش بالحق والله ممكن نطلع نعرف ما تعرفيهاش كي تعمليش مش تعملي صحيح ما نعرفي المفيد فما شكون يا جماعه كنا شنو مواصفات فتاة احلامك عاقله رايضه ما تعيطش كيفك خاطر انا لما تبدا تعيط كيفك عادي في قهوه في ريستوران في كذا نقدر نسفي وننفض ما عندهاش الحيوانات هذوما من نوع هذا ياخذ نبدا نسفي ناري ناري على روحي ناري على روحي بعدها الكلبه هاي رجعت الكلبه بعدها فهمتني هكا مواصفاتها خويا طفله تونسيه بنت عائله من الاخ وانتم بنت عائله واعطيهم المواصفات وتصرف هي شنو بنت عائله توينسه الكل بنات عائله خويا المواصفات اعطيني مواصفات شقراء طويلة قصيرة ثمينة ليه فيزيك ما ما يقلقنيش اش حكيت فيزيك ملوش على فيزيك حموش راهو ما يفدلكش راهو حب تقولها عنت ريتك تقولها عنت تذبل هيك تكون هيك تزقرتي ريتي انا كي انا نزرقل فهمتي ونعمل هكا زعما هي ايش المطلع هالسي هكيك صحيتي هكيك يا ذحب معناه تحب تعيش سي السيد الصيد بقلادة ليه اسمعني شوف مش السيد لو سي السيد بالك شي ماشي ببالك معناتها ليه طبعا بنت الناس جو احلى جو اما ما تقلقينيش هذا يمشي معاه مريق لا يمشي معاك مريق اوش انا عادي بس انا بدي اتعارك انا ما يدش بدي هذيك انا ارضى رضيني بغريبة هكا نرد مانيش من نوع الاجريسيف راني اما نرفوزي حموش نرفوزي اي شوي ريت كعرف سيرتو في العوجة نبداو ماشيين هكا انا ما خرجتش الكلمة ريتك هكا ديك التراك بتاع الكاميرا بتاع السنة الأولى دلع بنتها اما انا قلت لك معناتها جوها به على الاخر امورها واضحة هزيها باقي ما حبتش تهزيها هاي ملاسي حموش احكيلي الحكاية من الاول كيفاش بديت حكاية فيديوهاتها هاي بدأت بالزهر
كيفاش بالزهر؟ بالزهر ما انتهى ركبت لي باش نعمل فيديو للولاد نفادلكو وقتها بروفيلي فيه 200 عمي هبطها طيشها على البروفيل 200 عمي 200 عمي نفتخر قدا ولاو قدا ولاو هو برشا برشا علق ما نحبش الحساب برشا من عاد الارقام راهي الارقام شي مهوره وشي اخرى اي بابا وحكيت فيش تاكلي اللي هذي اخويا زعزعت الدنيا كيما قلت لكم منين جيتك فيش طلعت بها قاعد نحكي على حكايه صايره صايره وتصير في الواقع معناتها نتاع واحد كيفاش يعرض الطفل قرات معاه قبل وكل شيء قلت فيش تاكلي فيش نحكي على البنات معناتها فيش شكل باش يتحول فهمت ما يخصكش الموضوع هذا خاطر انت ما تحولتيش الله غالب خويا ما تترمي انت لازمك تاكلي لازمك ترمي عايشك سوبر وومن اللعب ليرا ومير نقلت معاك راني حبنوش تو انت يوتيوب ودنيا وفيديوهات وماكلة بعضها ولطفي بصدرة وفازات وتو عندكم فيديو باش تكسر الدنيا ان شاء الله على قريب على قريب قدرة ربي شنو معناها لوبجيكتيف نتاعك معناها الانتر على الانترم يس لوبجيكتيف نتاعي اي جو فرانس بيان حتى جو فرانس راه انا با ترو اي فهمتي و لوبجيكتيف نتاعي وان مان شو وان مان شو الحمام مش وحده ساك الحمام مش وحده ساك هكاك فهمتني ومش كابوش معاك الحمام مش وحده ساك ومش كابوش معاك هاي لهذي باش نسألك سؤال خطير يا ماما يا ماما قل لي يا ماما يا ماما يا ماما خويا رينيك في فيديو دراما مع سام والناصر نورمالمون وخويا اخر سين في الفيديو حموش حاطط على ساقيه وهارب خويا في الثانيه في الخلاف فهمتني شنو المغزى من الحكايه السين تبع الفيديو واحد ظلموه عطاوه كف هارب مقطع من البلاد اللي يظلم واحد يحط على ساقيه خوي ما هو لا فما واحد يظلم ياخو حقه اي فما واحد يظلم يقطع يزيد يبعد فمني خليه على ربي ويبعد كما انا عامل مع برشا عبيد حبيب قلبي وكا يزيد بدك بعد الفيديو هذيك اللي خدمتها مع سام والناصر وخدمت معاهم فيديوهات اخرين اما ما عادش شفنك معاهم معلش سؤال بي والله ما فهمش سبب معناتها كبيرة قال لي علاش باش تعملي هكا تبدي فهمتي تذوبلي وتتلاعبكي ما فهمش علاش فهمت كنا نخدموا مع بعضنا وبعد ليك احنا قصينا مع بعضنا جات بروبوزيسيون باش نكملوا نخدموا مع بعضنا في مراوبي فهمت اي خدمت فيها انت فهمت اي وانا ما حبيتش نخدم فيها مراوبي وعلاش خاطر ما ريتش راحي فيه لا اكثر اقل انا ما ريتش روحي نكون في دور معناتها نعمل في واحد معناتها من لي زاكتور نتاع مراوبي يعني ستيل نتاع كل الحكايه كل متعلقه بالعمل ماهيش متعلقه بايور سامي والناصر كاشخاص وكعبيد يعني انت عندك مشكله في العمل هذاك مراوبي ما عنديش مشكله فيه انا مراش روحي فيه ما تحبيت ما تقوليليش في كلام ما قلتوش بالسيف وعلاش ما ترش روحك فيه على خاطر ماهوش انا بالنسبه لي انا مراوبين ماهوش ستيل نتاع نعملوا انا نحب نضحك وما نحبش نعوش فمي نحاول عيني فهمتك انا هاني اني مثلت فيه وما حاولتش عيني كل واحد كيفيه انا ما كل واحد كيفيه اللي شنو يدوبل طب صحيتي هكاك نهب ريدي عند صحيتي هذا حكي عند صحيتي هكاك نهب اللعب لا حموش ما يتنفس حد هكاك كان ميشكا ميشكا هذايا نورمال خليها تعال حموش قل لي شنية الموسيقى اللي تحبها المزود ويلا لي لو المزود خدام اركز يا حمام مش لقدام لي لو المزود خدام اركز يا حمام مش لقدام حموش بالصوتي غني حموش بالصوتي غني قص 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 عادوا منلو باندا شنية قلنا لهنا باندا بالصوت تغني والباندا بالصوت تغني يطلع الفجر الملاح يطلع الفجر الملاح جبتها الاغنيه جبتها باري كملي هاتي السؤال اللي بعده بيه شنو هي اكثر حنية مش مشكل كملي 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 ما تكفيش تعجبك المده هذه
ولا أغنية كاريس جلابي ما عندها حتى علاقة بالمزود. ولا ما نعرف هذي غني هذي. ما تعرفيهش ما نجمش غنيها لك. قو يا عاد هي غني. بيدن دنها. نجمش ما نجمش غنية واسترو وعشرة من الناس قاعدين يركبوا. وتحبيني أنا ندندن. صحيت يا قل لي شنو شكون بلوتو أكثر إيموريست يعجبك في المطلق؟ عادل إمام. شبيك حال يا زيتي عينك وتعوجت في تونس أي نعرف تو شكون باش تسميه؟ بسام الحمراوي. هي غدرني تعرف نخسبك باش تقولي نصر الدين بن مختار. الله يرحمه وينعمه صحيح أما تو بسام. أميريك البسام تو حموش باش نسمي لك أسامي مشاهير وباش تختار واحد فيهم اللي هو باش يكمل معنا للآخر. أوكي ready or not ready ويلا مبارك هبتو ميشكا هبتها هاشم قدوش وإلا أمين ليمام هذا هو زوز تاعك معايا هاي ولا ما صورتكش بسميهم لي زوز خاطر ما عندناش علاقة كبيرة مع بعضنا معناتها في الضحك تحكي ولا في شنية في الضحك في الضحك في الضحكة أمين ليمام أمين ليمام به أمين ليمام وإلا سامي الدريدي ضحك ولا كصحاب انت تعاود تحكي ولا كحومه خلنا تصرف ليه ما ليه تعاود لي السؤال بالاول تصيغي بالكدي اختار خويا صيغي السؤال في الضحك في الضحك في الضحك مين اللي مين باهي اميني مين والا ناصر ناصر غدرتني وعليه خاطر النصر يضحكني اكثر تدبري عليا انت هذاك شوف النصر ولا انت شريت بالضحك خذيت النصر حتى يضحكني انا النصر ضحك انت تدبري عليا انا دبرش عليك دبرش عليك كيفاش عملنا لك الفازر السؤال راك ضحك تتحدثي ضحك صحيتي نصورة طايح على امين ليمام من ناصر ولا طارق بعلوش النصر الناصر وإلا كريم الغربي كريم الغربي سبحان الله كيفاش هكا أنا مخي يقول لي هكا أنا شكوني اللي سيلني فمنش بعد يعرفني في كياسي سيلني حاجة أنا لا 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 بيسلك حد كريم الغربي ولا شكون لطفي العبدلي كريم الغربي بيسير علاش واو انت علاش تعوجتي انت كريم الغربي كريم الغربي ولا لطفي بوسدرة خطر انا ما ندبرش فيك هكا اي لطفي بوسدرة لا لا يا جماعه تنفض كملي لازمني نخدم بونيا هاي خلب عليا يا اخوي سوبر وومن وما قلت هاي احكي لي شفما جديد فما برشا حاجات جدد هاي في برشا فيديوهات ضحك انا في الضحك بتبيع معايا لطفي هاي ولطفي في الدراما والسلام ومعها انتي ربي يفضلكم بعضكم أمين. وربي يدوم عشرتكم لطفي بوسدرة نعرفوه دونسور بيقول يخدم معاك في الضحك وفي الدراما اش يعمل معاك لطفي لا في الضحك هو يخدم معايا في الدراما انا نخدم معاه اي نحبك تصلح لي اي فهمني كيفاش في الضحك شنو يخدم معايا لطفي هو بار خدمة ساعة كل شيء انا ولطفي نهار كل ما بعضنا صحاب تراتيك ما من الصباح للي نهار كامل ما بعضنا نخلقوا سكيتش معنا مش نخلقوا يا ربي اللي يخلق نصنعوا سكيتش نعمل سكيتش فهمت ويخدم معايا في البار معناتها معاوني برشا 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 في الواحد فكنت تسكي تصوير واخراج وكل شيء فهمني حاجة كانت انا على كتفي نحات وليت على كتفه هو فهمني بالنسبة للدراما والسلام هو كاتب حاجات فهمني كتبهم هو ونحن مكتبة ذيك حلمة متاعه هو تك 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 لين وصلتنا تو تصورت أول واحدة باش تهبط على باش حموش دوك يا جماعة استنيوها على قريب زاد استنيو على قريب وتوا توا تمشيو تابونيو على شان يوتيوب متاع حموش باش تستنيو مغربها راني نقتلها ما تابونيوش راني ريتوها أمان راني عميدة يا جماعة أنقذوني أبونيو أبونيو سينو تقتلني حتى نهدد وهو أسير توا عندي وين السوبر وومن راني دونك قلهم قلهم أبو
بوني وعندها باندا دايرس باي موني. صدقتي انت؟ عند عند ابوني وعندها اي نعم احط الشمت ورفضت الكل باهي وعندي انا يا رحم وديكم زاد حموش كيف كيف انزلوا على النقوز باش يطلع لكم الجديد النقوز اي جديد بدال الكل اي عند لي متعاتكم ما عادش تضبط كيفاش عند صحيح سوبر مومنت I got broads in Atlanta.